هي وظاهرة جديدة ماشية وتتفاقى، مش جديدة هي بو عندها علاقة بثقافة التونسي الاستهلاكية، ولكن ماشية وتتفاقى من الأرقام تخوف شوية. الموضوع الشيكات دون رصيد. المصدر البنك المركزي التونسي يقول أنه فما تطور معدل الشيكات الغير المستخلصة بنسبة 17.7% خلال النصف الأول من سنة 2022، وقد تم رفض أكثر من 2 مليون شيك بقيمة 1.4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك بقيمة 56 مليار دينار. يعني هوني فما مشكلة متاع شيكات في تونس كبيرة برشا، اللي خلى تونس تعلق وتقول هذه ضريبة الفقر والخصاصة. فما اللي كتب الشعب ما عادش خالت راهو يبقبق، واللي كتبوا قال راهو الكلنا في الهواء سواء، الكلنا ظهر لي باش نوليو مهدين بالحبس. ونوفى بالتعليق هذا، ان شاء الله يا ربي حلها في وجوهنا، على خاطر ابارامون التونسي داخل في زون الخطر. من المسؤول حتى من الثقافة الاستهلاكية ولا غلاء المعيشة؟ التونسي ما عادش قادر يجابه ولا زوز. التونسي بعض ساعات يستسهل حكاية الشيك، يستسهل يعتبره معناها ما عادش عندك كيفي، ولا نحسه مش فلوس. أنا يعني كي نخلص سبيس نحسه في الحم الحي، كي نمد شيك عبارة مديت له كارت فيزي، كارتك دخلت خرج في مكان ما تمشي تقول معناها ما تربك ما تحسش الكونتاكت مع الفلوس. نحن عندنا 17.7، اما كان بيودي كان تعطينا حجم المعاملات، معناها الفلوس اللي هي رجعت ام بي هاو 2.7 مليار. اي معناها هذاك هو اللي اهم، خاطر هذاك اش يعني؟ خاطر يعني الشيكات علاش زادت؟ خاطر فما برشا شركات متوسطة وشركات صغرى، مانيش نحكي على الاستهلاك. هذاك واحد يكون رب عائلة يخاف لزموا قبل ما يسيب شيء، كما اللي داخل في البزنس واللي مستانس يشري في السلعة، معناها يخوك الحاجات باش يمشي المعمل باش يخلص سي ان اس اس تاع خدمته. هذوكم المشكلة كي يرجعوا لك الشركات هذوكم ام بي اي اللي هما يزيدوا يبلوكيوا شوية الاقتصاد والدورة الاقتصادية. شكون عطاه مرة شيك ورجع له ومشى يتبع البروسيدور وعاد منافسة ساعات محكمة؟ أنا نعرف ناصر فيش. أنا عطيت برشا شيكات ورجعوا لي برشا ام بي. جوج دوتوش كذا؟ جوج دوتوش؟ لا لا كيما كان يحكي حاتم وقت اللي كان عندي المعمل صاروا لي برشا مشاكل والله. وعطيت برشا شيكات ومونتون كبير، عطيت دي مونتون كبار وما صعبة راهو، ما صعبة واحد ما عادش يجي النوم. وكيما كان يحكي حاتم راهو وقت اللي الدورة الاقتصادية تتمس السيركوي كامل يتمس. محمود عطيت مرة أما خلطتش المحكمة الحقيقة. عليه؟ عليه؟ خلصته بعد البريافي الثاني وقت اللي كنت رايح جمعية. الملاعبيه بيان سور وقت خلاصهم خلاص بيان سور وقت اللي يجيك وتبدا المنحه بتاع الوزاره ما جاتش ومنحه البلديه ما فماش وما فماش ديسبونسور. تعطي من عندك بيان سور؟ تعطي من عندك. اغلى شهريه عندك في جرومبيلي قد ايه كان؟ كانت 250 300 ألف. لا لا والله لا يخلصوا خاطر بروفيسيونيل هما. إيه قديش بيه؟ معناتها يخلص في العام بالبريم في الشهر اكثر من 10 شهر ولا ما عرفش. احسب انت 35 40 مليون العام، العام معناتها يجيو 4 ملايين في الشهر، 3 4 ملايين في الشهر. ما مش شويه راهو كذا تلقى تعرف الجيب تاع جرومبيليا 900 مليون. معناها مثلا ايطاليا تو عندها بيرلوسكوني رئيس تاريخي تاع الميلان، بيريز في اسبانيا احنا البارودي. معناها ودرني نجم يرقى روحه في اجتماع مع بيرلوسكوني اصله ايطالياني. بارودي قدماء رؤساء الجمعيه. شكون اخر تشد مره بشيك؟ انا ما تشديتش، ما نعطي انا كل عرفت نعطي شيك يبدا في 5000 ترمال 10000 20000، معناها نقول امبوسيبل حتى ما فماش فلوس في الكونت باش يمشي يشكي بيا على 40000 ولا 50000. حياه يخلصوا البنك. حياه السندريلا ما قبل النجوميه عدم شيكات 5000. صب 2000 سون بلون والله صبهم راهو 2000 سون بلون تاع باش تخلط الراس الناهج ما تنحش بانساش. وتوا رفيق تعطي في شيكات ب 50000؟ لا وحياه على التحيل هذايا، خاطر ترقام فرقه ب 600 700 مليون شيكات 50 دينار 60 دينار كلك ماشي كيوش بيا معناها 50 دينار وهي هيك مرتاح. زياد وانت طلع في جروب الماكي استحقيت في دي مومون صعاب تعطي شيكات سون بروفيزيون؟ اكيد رفيق سورتو الفتره. اي رجل اعمال؟ اي رجل ستيك اعمال ستيك 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 ماء ستيك الماء السكر وكل. اما الحمد لله ما مشيتش للمحكمه. الحمد لله وشك مقدر. صارت لك مشكله تفسيرك لهال شيكات سون بروفيزيون بعيد حتى على الشركات واللي ساير وما صار بعد الكورونا وفي وسط الكورونا؟ تورسي ولا ياخذ قروضات باش يتخلع ويعطي شيكات سون بروفيزيون زاده باش يمشي عدي يتعاد ويكان في اوتيل؟ نفس الكلام تربية هذه الريق تاع تونس ما نحبوش انا على قدر انجليزي معناها علاش ريق تونس نحن شعر قصيت عليه حديث اي ما عادش قص عليه على قدر كسائي على قدر كسائي امد رجلي.
قد الحافك متصفي. دفتر الشيكات نتاعي توا تمشي معايا البيرو تلقى فيه دو شيك ما عطيتهم هكاو ما دو قديمة جديد. فاش قام نمد في فلوس قال له فو با فير لو ريش كونتو نابا لو سو. علاش انت تمد في شيكات وانت ما عندكش؟ او غسرات علاش تخسر في روحك يا خويا بيت تحب تتحير وحيده وحيده نفس كلام بابا والله والله نفس كلام مع مقدات بربي جوست معلومه للمستمعين. نعرف منشط معناتها يخدم في ذاعه وسنين التحق بقناه الحوار التونسي اعطاه شيك ب 18 دينار وخلص عليه خطيه ب 80000. والله والله هو ماشي في البيتزا معناتها الانيماتور هذا عنده رجل اعمال ملي هو دون لوتو. والله 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 موعد رومانسي تافه كعبه بيتزا ب 20 دينار الشيك رجع وخلصت عليه خطيه ب 80000. تذكرت يا اول ما دخلت تخدم الشيكات رفيقي مال يا ولدي شيك مش شيك. يلا الاخبار الموالي سندريلا عندي فاصل صغير اعطيني فاصل وبعد نرجع مع سندريلا نكمل الاخبار الاخير في البوكس نيوز.